بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة والطالبات من الصف الثالث الإعدادي وحتى الصف الثالث الثانوي على قناة مستر عزت لشرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية كمان حل التدريبات على مناهجك المختلفة. أما بالنسبة لطلبة الصف الأول الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي فمرحبا بكم على قناتنا الثانية، قناة إنجليزي ابتدائي أند إعدادي مع مس هناء السمان. ان شاء الله شباب لقانا مع طلبات الصف الثاني الثانوي كتاب جمع مشين 23 الوحده الثالثه الدرس الثالث والرابع. النهارده ان شاء الله نشتغل لك على الفوكابلري بتاعها وعلى بركه الله بسم الله نبدا نقول التذكر اندرستاندنج الفهم ابلاينج التطبيق انالايزنج تحليل ايفالويتنج تقييم كرييتنج ابداع. وان شاء الله بدايتنا هي صفحه 155 بسم الله على بركه الله كي فوكابلري ريدنج ليسننج لانجويج ورك بوك فوكابلري. واول جمله فيها seaweed أعشاب البحر and the other A وإيه اللي آخر ده are eaten يتم أكلها in China في الصين and Japan واليابان especially by people who live near the ocean بس الناس اللي عايشة بالقرب من المحيطات. algae اللي هي الطحالب insects حشرات fruits فواكه وميت لحوم. الأعشاب بتاعت البحر الكائن التاني اللي شبهها بالظبط هو الالجي اللي هو الطحالب في إجابتنا الجملة الأولى. Tickets for the new movie تذاكر الفيلم الجديد are كذا at the box office. box office اللي هو بيتباع فيه التذاكر يا شباب اللي هو شباك التذاكر زي ما بيقولوا. of most cinemas في معظم السينمات. طيب factual بمعنى حقيقي او واقعي acceptable مقبول available متاح probable من الممكن available متاح خلاص تذاكر نزلت في السينمات يلا بقى اجري روح شوف الفيلم. نتحرك مع جمله قد بقول فيها I think you have a good A انا اعتقد انت عندك ايه جيد of getting the job للحصول على الوظيفة because you have good qualifications انت عندك مؤهلات الحمد لله كويسة. طيب يبقى انت عندك good ايه؟ topic موضوع chance فرصة study دراسة subject موضوع. لا انت عندك good chance عندك فرصة كويسة انك تحصل على الوظيفة لان مؤهلاتك متاحة. في اربعة بيقول لك the police came to the الشرطة وصلت لاني مش معناها جات came to هنا مش معناها جات معناها وصلت لاني ده كريمنال او خلصت الى لو لغه عربيه يعني قويه خلصت لاني ده كريمنال المجرم was not telling the truth لم يكن يقول الحق. introduction معناها مقدمه experience خبره حياتيه argument جدال conclusion خاتمه هي دي الحكومه او الشرطه خلصت الى الخاتمه الى حاجه نهائيه ان الراجل ده بيكذب الراجل طبعا المجرم. خمسه the shop assistant الموظف اللي شغال في المحل المساعد بتاع المبيعات ده told me that long skirts قال لها ان الجيبات الطويله are still in A عايز اقول لها لسه قاعده موضه يعني this winter هذا الشتاء flow تدفق fashion موضه flood فيضان و fact حقيقه هي لا زالت fashion موضه قاعده الشتاء ده. سته the panama canal قناه بنما provides توفر ايه بقى between ما بين the atlantic and the pacific ocean المحيط الاطلنطي والمحيط الهادي اللي هو الباسيفيكي جاب فجوه travel سفر space فراغ link رابط هي دي القناه دي اللي هي بنما بتربط ما بين المحيطين الاطلنطي والباسيفيكي اللي هو الهادي سبعه اللي ده جاب فراغ of our research كذا للبحث بتاعنا this month هذا الشهر will be the new space station محطة الفضاء الجديدة هيبقى topic بمعنى موضوع reason سبب object بمعنى شيء fact حقيقة التوبيك يعني المشروع الموضوع بتاع الشهر ده بحث الشهر ده هيكون محطة الفضاء الجديدة. تمانية بتقول at the end of the news program في نهاية البرنامج الإخباري they often give you a دايما بيديك a of the lead the main stories للأخبار السياسية evidence دليل او برهان research بحث summary ملخص introduction مقدمه دايما بيديك summary ملخص في اخر النشره بيقول لك ايه اهم الاحداث او اهم الاخبار اللي تناولها. احنا عرفنا شاشة الجمله التسعه تبقى هي عنوانها although على الرغم من he practiced hard على الرغم ان هو عايز اقول لك practice ده معناها مارس الشيء بجد واجتهاد. he couldn't للاسف هو ما قدرش the race السباق but came fourth way خد مركز رابع. طيب beat المعنى الحرفي ليها يهزم وين يربح او يفوز بجائزه earn يكسب مال gain يكتسب خبره معلومه وزن السباقات والحاجات زي كده شباب الفعل المناسب ليها هو وين اجابه وحيده صحيح. واحنا خلاص شرحنا الفرق ما بين الاربع كلمات مش موجود ليه مثلا ما خدناش ليه ايه خلاص انا رديت عليك من قبل ما تسال والله.
عشان ساينس ار تراينج تو، العلماء بيحاولوا. على فكره على حكايه ان انت تسمع شباب، الله يخليك اسمع، انا لما باخد اجابه بقول خدتها ليه؟ علشان انت في ناس بتيجي تسال في التعليقات يقول لي يا مستر خدنا دي ليه؟ والله انا ببقى رادد وبقول لك قبل انت ما تسالني، قايل لك احنا خدنا دي علشان كذا كذا كذا، والتانيين ما يفهموش عشان كذا كذا كذا. انت لو بتسمع الفيديو كويس تعرف انا قلت ايه في الرد بتاعي، تمام، وتعرف انا قلت وخدت الاجابه دي ليه. لكن لو انت بتدور على الاجابه بس تاخدها وتجري، لا مش هتعرف انا قلت ايه، وبتبقى تسالني طب ما انا قلتها والله، بص عليها تاني. ساينس ار تراينج تو، العلماء بيحاولوا. ايه وات دي امازون؟ امازون يقصد بيها غابات الامازون، مش حاجه تاني، تمام. ويل لوك لايك ان 20 years time، خلال ايه؟ خلال 20 سنه. طيب العلماء بيحاولوا ايه؟ بروتكت يحمي، كونكلود يختتم، بريدكت يتنبأ، ريموف بمعنى يزيل. كده العلماء بيحاولوا يتنبأوا ايه حال غابات الامازون هيكون خلال 20 سنة. نحرك الشاشة شوية عشان الجملة الجديدة تبقى اوضح. وبيقول لك فيها I have always wanted to live in the countryside، انا طول عمري بحب او عندي رغبة او كنت اريد ان انا اعيش فين؟ في الريف. جميل. To enjoy the air، ايه صفة الهواء اللي انت عايز تستمتع بيه؟ and beautiful views، والمناظر الجميلة. Original، original معناها اساسي يعني بتاع المكان، تمام، مش مقلد يعني. ضل كئيب، رينيود، رينيود بمعنى تم تجديد، تم تجديده. وفريش بمعنى نقي، فريش اير معناها هواء نقي. 12 بدا فراغ، ذا بروسيس اوف جروينج بلانتس، هي عمليه زراعه النباتات. ان ووتر، في الماء، اور ساند، او رمال، راذر ذان ان سويل، بدلا من. كلمه راذر ذان معناها بدلا من التربة القابلة للزراعة، سوري. يبقى انت كده بتزرع نبات يا اما في مية يا اما في رملة، مش في تربة قابلة للزراعة. يبقى اجريكلتشر الزراعة، الزراعة. هيدروبونكس، النظام الزراعة بغير التربة، انت ما بتزرعش في تربة كده. اندستري صناعة، وبوتاني اللي هو علم النبات. كده انت شغال عليه، شغال على حاجة اسمها هيدروبونكس. 13 children's television programs، برامج الأطفال التلفزيونية. are made mainly for، مصنوعة بصفة أساسية لأجل age group، مجموعة سنية. طب تبقى public، عامة، available، متاحة، specific، محددة، accepted، مقبولة. specific مش بيقول لك هو برامج أطفال، يبقى معمولة لمرحلة سنية معينة. 14 the doctor tried to stop، الطبيب حاول ان هو يوقف ايه of blood، الدم، from the wound، من الجرح، that was bleeding، اللي كان بينزف. طيب حاول يوقف ايه؟ تدفق. طب نقولها بايه؟ produce، ينتج، داون بور، انهمار، دي للمطر، flow، تدفق، وستورم، عاصفه، flow of blood، تدفق الدم، ربنا يعافينا طبعا، ايه، من الجرح. in my كذا new ways of farming، طرق جديده للزراعه، are very important for us، مهم جدا لينا. يبقى ايه؟ يبقى عايز اقول لك ايه؟ في رايي، اقولها in my view، ولا sight، ولا scene، ولا scenery. in my view، in my view معناها من وجهه نظري. طب وما ليه sight؟ sight معناها القدره على الابصار. scene معناها مسرح للجريمه او مشهد لحاجه انت شايفها قدامك. scenery المناظر او المشاهد الطبيعيه. نحرك الشاشه نروح لجمله رقم 16. وبيقول لك فيها many experts، العديد من الخبراء، say that، بيقولوا ان there is real، هناك ايه حقيقي، that the economy، ان الاقتصاد is improving in Egypt، يتحسن في مصر. طيب fiction خيال علمي، art معناها فن، evidence دليل او برهان، science بمعنى علم او علوم. evidence هناك دليل او برهان. 17 while the oven، اثناء ما الفرن، is a up، تمام، عايز يقول لك اثناء ما الفرن تسخن. You can prepare، يمكنك تجهيز الصوص for the chocolate cake، جهز الصوص اللي هتحطها علي الشوكليت كيك. طيب heating، دي فيها جنرال، لان هو واخده معاك ايه، زي تديك استمراريه. speeding جاي من speed اللي هي السرعه، تتسارع. hurrying يسرع، descending يتناقص، او ايه الحاجه في العد التنازلي. الفرن تسخن، heating. 18 the tie my friend wore، الكرافته اللي صديقي كان لابسها at the interview، في المقابلة، was simple، كانت بسيطة، but very ايه، صحيح بسيطة لكنها كانت ايه، تيستي، طعمها حلو، tasteful، ذوقها عالي، tasteless، ليس لها مذاق او ذوق، وتيست، التذوق، لا كانت tasteful، tasteful معناها ذوقها عالي، صحيح بسيطة لكن ذوقها عالي. هنحرك الشاشة بس عشان نلفت الانتباه للعنوان الجديد expressions،
تعبيرات phrases عبارات prepositions أحرف جر derivatives مشتقات synonyms مترادفات antonyms متضادات وجملة 19 لحد 30 في هذا الإطار. Most young people معظم الشباب don't like ما بيحبوش watch news program إن هم يشوفوا البرامج الإخبارية saying that قائلين أن they are a bore. خلي بالك إن هو بيوصف البرامج إنها مملة. طيب بور معناها يمل أو يتضجر، boredom الملل والضجر، بورد مال أو متضجر، بورينج ممل أو مضجر. هي دي البرامج مملة. 20 the film is based الفيلم based on a true story بمعنى قائم على معتمد على قصة حقيقية of an American soldier لجندي أمريكي during the Second World War أثناء الحرب العالمية الثانية. ما ينفعش اقول based at او for او about في الفكرة اللي قدامي دي خطأ تمام. The bank guard الحارس بتاع البنك was punished for neglecting his duty عوقب لتجاهله واجبه. neglect هنا بقى is antonym مضاد لإيه؟ expect neglect معناها تجاهل عكسها expect يتوقع control بمعنى يضبط أو يتحكم employee يوظف dismiss بمعنى يطرد. neglect تهمل الشيء طالما أهملت الشيء عكس ده إنك أنت تتحكم فيه تضبطه تتابعه تكون واخد بالك منه. 22 you must rewrite this sentence يجب إعادة هذه الجملة مرة أخرى as it doesn't لأنها any sense عايز أقول لك ملهاش معنى. نقول ايه do any sense notice accept to make it doesn't make any sense ليس لها معنى. دي تعبيرات شو بقى الجملة 23 هي عنواننا دلوقتي بقول لك فيها I asked my friends to give me their opinions انا طلبت من اصدقائي ان هم يدوني رايهم my new watch رايهم بخصوص their opinions about ما تنفعش for ولا at ولا over. dreams can sometimes seem very real تمام الأحلام أحيانا تبدو حقيقية. The word real real حقيقي تتشابه في المعنى مع مين بقى fictional خيال علمي factual واقعي أو حقيقي available متاح advised منصوح به real عاملة زي factual بالظبط. 25 the woman gave an accurate السيدة أعطت إيه دقيق of the man للراجل who stole her bag اللي سرق شنطتها وصفته. describe يصف دفع description وصف ده اسم describe مفعول به تمام او معنى وصف يعني و descriptive وصفي هنا بقى description ادت accurate description ادت وصف دقيق للمجرم. حركنا الشاشه تبقى جمله رقم 26 عنواننا لان احنا من دلوقتي هنبدا نختار تو options من الفايف اللي موجودين المره دي هناخد اجابتين. Newspapers predicted that الجرائد تنبأت بإني the president and the رئيس would be re-elected سوف يعاد انتخابه. عايز السينونيم بتاع predict يتنبأ عايز مرادف لكلمة يتنبأ. develop يطور forecast يتنبأ control يضبط أو يحكم anticipate معناها يتنبأ و neglect معناها يتجاهل. خلاص احنا كده خدنا الإجابتين. The sports group المجموعة الرياضية will discuss a number of important هتناقش مجموعة من ايه مهم about new sports in their meeting رياضات جديدة في الاجتماع. طيب important ايه topics موضوعات reasons اسباب subjects موضوعات items بمعنى اشياء وعندي searches بمعنى ابحث. هم هنا هيناقشوا topics موضوعات بخصوص ايه الرياضات الجديدة. طيب مع جملة 28 the police think they have found some الشرطة بتعتقد ان هم وجدوا بعض ايه evidence معنى دي لو برهان that links him to the murder بيربطوا بجانب القتل. طيب gradual تدريجي fainting باهت fresh بمعنى جديد دليل جديد يعني far away بعيد ونيو جديد يبقى هم لقوا fresh evidence ونيو evidence. هما الاثنين كانوا بيقول لك ايه كانوا بيقول لك دليل جديد على ان هو متورط او له علاقه بجريمه القتل. 29 I noticed that انا لاحظت اني he was fairly quiet during the dinner هو كان هادي لحد ما في العشاء او اثناء العشاء. The antonyms of the verb notice عايز مضاد لنوتس نوتس معناها لاحظه عكسها ايه نوت نوت معناها ملحوظه. attend يحضر ignore يتجاهل
interest بمعنى اهتمام، وعندي overlook بمعنى يتخطى. ignore عكس notice، overlook عكس notice، يبقى احنا كده جبنا الكلمتين المتضادتين. 30 قاد ذا في كذا، ها of the meeting الاجتماع، of the two groups للمجموعتين، little progress has been made، تقدم بسيط جدا اللي تم تحقيقه. at the conclusion خاتمة، ولا the new اللي هي معناها مكان او موقع، end نهاية، place بمعنى مكان، procedure بمعنى اجراء، at the conclusion at the end في النهاية. كده شباب انتهت دي بالفوكابلري اللي كان جاي على الدرسات 4 من الوحدة 3، لكن ان شاء الله تدريباتنا معاك لم تنتهي بعد، ان شاء الله تظن بالمزيد مع معلم خبير اللونزي مستر عزت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.